كان يريد درسا في المراقبة، بلى إن ربه كان به بصيرا. إذا كنت تعتقد أن الله مطلع عليك، بصير بك على كل أحوالك، فلا تقرب ما يغضب الله. يبقى على كل الأصعدة، من أصغر شيء إلى أكبر شيء، هل هذا يرضي الله؟ حطه على ميزان الشرع. هذا العمل الذي أعمله يرضي الله؟ نعم هذا يرضي الله، ولكن هذا يغضب بعض الناس ما بهم بعمله. هذا العمل يرضي الناس ولكنه يغضب الله. طيب شو بعمل الناس؟ لا تفعله من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. قلوب العباد وين؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فإذا كان يرضي الناس ويغضب الله ابتعد عن هذا العمل. إذا كان يرضي الله ويغضب الناس افعل هذا العمل ولا تخف من شيء، ما تخاف من فلان وفلان. الآن في مناسبات، يعني الناس تحتفل بيوم الأم مثلا، طيب كثير من الناس بينتظروا يوم بالسنة بيكون مقطع موصل مع والده، بيجي هذا اليوم، اليوم يوم الأم، نروح نجيب له هدية ونسترضيها، بيجي ببوس لإيدها ضحك على اللحى وهذه الهدية، وبيرجع كل السنة ما دخلوا بشيء. هذا ما بينفع، هذا ما بينفع. الإسلام ما جعل يوما للأم، هو يوم جيد، ولكن إذا اشتغلت بطاعة الله بما يرضي الله كل يوم في احتفال بيوم الأم، لأنك تفتش كيف تكون بارا بوالديك. يعني في إشحاف، يوم الأم الناس كلهم بيحتفلوا فيه، يوم الأب بيتجاهلوا. لا، رب العالمين تحدث عن الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد العبادة عطف شو؟ وبالوالدين إحسانا. في آية ثانية أن اشكر لي ولوالديك، جعل شكر الوالدين من شكر الله سبحانه وتعالى. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شوفوا الإسلام كيف فكر. أنا إذا أردت أن أتكلم عن هذه أو هذا الموضوع، يعني لا أظن أني أهلا لهذا الموضوع، ولكن من باب وتعاونوا على البر والتقوى، عندما نتحدث عن حقوق الوالدين، واليوم عندما نسمع ويأتينا الكثير من الآباء والأمهات، يعني وفي قلبهم الأسى، قلوبهم تعتصر أسا من أولادهم كيف يعقونهم، يعني وخاصة الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. نحن تعودنا أو نذكر آباءنا إنه كان إذا أبوه تحدث معه لا يجرؤ أن يرفع رأسه، كان إذا أبوك تحدث معك لتوطي رأسك. هذا يعني بزمن والدينا، بزمننا صرنا نتطلع بس مع الاحترام، بزمن أولادنا صار بيتطلع وبيجقر، بيتطلع بأبوه وبيجقر إنه أنت شو عم تحكي. إجاني مرة أب تلميذ انطرد من المدرسة، فعم بتواصل له، جابوا أبوه إجا قال له اعتذر من الناظر، الناظر حد مني، أنا موجه مسؤول عن مشاكله. فطلع هيك التلميذ بأبوه قال له ما بعتذر منه، قال له اعتذر منه، قال له ما بعتذر، قال له بتعتذر ولا بضربك؟ طلع فيه هيك ابنه، قد ايه عمره؟ الأب عمره 65 سنة يا جماعة، الابن عمره 15 سنة، قال له بتعتذر ولا بمد ايدي عليك؟ قال له نعم، مد ايدك علي وعمل له هيك. الأب اغرورقت الدمعة في عيني وقال لي يا شيخ ما بدي اعتذر من الناظر، هذا ما بيصلح يكون ابن ولا بيصلح يكون تلميذ، انا حاخده وهذا خليه يقعد من البيت احسن، وتركه مشي.
فكرت انه هذا الولد اللي عمره 15 سنه عم بيهدد ابوه بيقول له نعم هذا ليس حديثا، هذا موجود في كل زمان ومكان، هذا موجود في 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 كل الاوقات وفي كل الاماكن، كان موجود حتى في زمن السلف الصالح. سيدنا علي كان عم يطوف حول الكعبة رضي الله عنه وأرضاه، فرأى رجلا يطوف حول الكعبة ويبكي ويدعو مشلول اليد، فسأل قال للحسن اذهب فسأله ما مشكلته، شو هي المشكلة تاعته. فأتى إليه الرجل قال إنه أبي أمير المؤمنين يدعوك. فسأله عن مشكلته، قال له أنا كنت يعني في شبابي عاق لوالدي، وحصل أن والدي أول مرة وثاني مرة يعني تحدث معي في شأني فيما يسعدني، فمرة اثنين ثلاثة ما تحمل الولد أم رفع إيده ولطم أبوه بالكف على وجهه. والأب كان قبل أن يسافر إلى الحج عم بيجي بيحكي مع ابنه، يا ابني توب إلى الله ارجع إلى الله، أنا رايح الحج لأدعي لك. فقال له أنت ميل حتى تحدثني بأمر نفسي، ورفع يده ولطمه. فكان ما كان من الأب إلا أنه يعني تأثر جدا وقال والله لأحجن بيت الله ولأدعون عليك هناك، ولا أصعب من أنه الأب أو الأم يغضب على الولد. أنا نصيحتي للآباء والأمهات مهما حصل ما تدعي على ولدك، مهما حصل ما تغضب على ولدك. كثير بيعجبني من الأمهات عندما تغضب من ولدها تقول له الله يهديك يا ولدي، وكثير أستاء من بعض الأمهات الله يكسر إيديك إن شاء الله بتروح ما بترجع، في أدعية هكذا وأكثر وأكثر إن شاء الله كذا إن شاء الله كذا، وهي إذا أصابوا يعني دبوس تبكي وتتأثر ولا تنام الليل. طب أنت ما بتتحملي أنه ابنك تشوفيه مس شعره، إذا حدا ضربه بوردة بتخافي عليه، طب لا تدعي عليه، لا تكون ساعة إجابة فيستجاب الدعاء. انتبهوا يا جماعة، فإذا بدك تدعي ادعي له بالهداية، ادعي له بالصلاح، الله يصلحك الله يهديك، ما الله لا يوفقك. كلمة الله لا يوفقك معناتها أنت عم بتعينه على العقوق. فدعا فذهب هذا الرجل وحج بيت الله ووقف أمام الكعبة المشرفة يناجي ربه ويقول يا من إليه أتى الحجاج وقد قطعوا عرض المهام من قرب ومن بعد، ليجوا من قريب ومن بعيد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الأحد. هذا منازل، ابن اسمه منازل، هذا منازل لا يكف عن عططي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال والله ما أكمل كلامه حتى شل نصف الولد. التوقيت في نفس التوقيت الولد شل نص، لما رجع الأب شافه على هذه الحالة. فهذا الإنسان شل نصفه، النصف الذي لطم أباه. انتبهوا يا جماعة، بر الوالدين شغلة كبيرة وعقوق الوالدين شغلة خطيرة، بس أنت ما تعين ولدك على عقوقك. إجا عن سيدنا عمر قال له ابني يعقني، قال لي ما تعق والدك؟ قال يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه؟ الولد شو له حق على أبوه؟ قال له أن يستنخب أمه، يفتش على الأم الصالحة ويحسن اسمه ويعلمه شيء من القرآن، يعلم دينه يعني. فقال فوالله يا أمير المؤمنين ما استنخب أمي، إن هي إلا أمة مشترى، ولا أحسن اسمي فقد سماني جعلان، حشرة
ولم يعلمني آية من كتاب الله. فقال له سيدنا عمر للأب: اذهب قم عني، تقول إن ابني يعقني فقد عققته قبل أن يعقك. فهذا إنسان شل نصفه